لوحة جمالية اجتمعت فيها مناظر طبيعية تسر الناظرين. إنها منطقة بريزينا بالبيض، مقصد السياح من داخل وخارج الوطن لقضاء عطلة نهاية السنة. بالنسبة لي أول تجربة لي راني جيت فيها للبيض، وهذا المكان بالضبط دائرة بريزينا. ما شاء الله رانا في عمق من أعماق صحراء الجزائر، والحمد لله زعما سي فريمون فورميداب، عجبتنا بزاف كوم بروميير اكسبيريونس لينا. عروض مميزة برمجها مسؤولو المنطقة كالرالي لاعتلاء الكثبان الذهبية والسهرات الليلية وغيرها لاستقطاب أكبر عدد من الزائرين وتوفير أجواء المرح لهم. حنا خدمتنا هي كما راك تشوفينا، عندنا لاتاي نجيبو لاتاي تقبل الزيارة تقبل السواح، جانا من كل قطر الوطن الجزائري بلاصة يجونا الطريقة. حنا لاتاي خيرو لاتاي زين والحطب، هذه الطريقة عندنا الأصلية نتاع اللون. لا تيشين ما نشروه ما نقربو. الخدمات راح تتعدد، منها خدمات سيارات رباعية الدفع موجودة، الخيم عائلية موجودة للراحة، الجو السياحي هنا راه متعدد. وتعد بريزينا إحدى المناطق السياحية التي تسخر بها الجزائر ووجهة الكثيرين خلال موسم السياحة الصحراوية.